دفع فواتير الكهرباء على ماي ثوري أسهل بالسهولة. نزل أبليكيشن ماي ثوري واختار قسم الكهرباء وحدد شركة الكهرباء اللي انت تابع ليها ودخل كود السداد، هتظهر لك فاتورتك. كمل خطوات الدفع وادفع فاتورتك بدوسة، ولو دي فاتورة معتادة دلوقتي تقدر تضيفها لقائمة الدفع السريع كويك باي. ماي ثوري أسهل بالسهولة.